Ismail Lazar. Held in Melvin Tanimon. Really fails in shot there. High kick there, really hard to the side of the head. Strong low. Oh yes, there we go. There we go. Oh! Strong low. Oh yes, there we go. ها هو المقاتل المغربي إسماعيل زعار، رغم أنه يلعب في الوزن الثقيل إلا أن ضرباته أو بعض ضرباته سريعة جدا. فهل أنا متناقض في كلامي؟ ولماذا فضلت بدر هاري على باقي المقاتلين؟ تأكد عزيزي المشاهد أنك اليوم ستقتنع أن بدر أسطورة ربما لن تتكرر. وقد يتبادر إلى ذهنك أيضا ريكو فيرهوفن، رغم أنه يلعب في الوزن الثقيل إلا أن ضرباته سريعة جدا. فلماذا قلت بدر يبقى في المرتبة الأولى؟ لا تستعجل عزيزي المشاهد، سأبين لك كل شيء في هذا المقطع القصير. سوبر تجولم فيسي كارونو دو بسليدنيو سيمي شيلتا с Питером Арцем، который Арца и в этом году мы... Стрельный воробей, опытный, вот, посмотрите, и тоже прорывается в клинч. Ой-ой-ой! Сдалека. О-хо! Известно тем, что на очень дальней дистанции они находятся. ورغم أن فيرهوفن يحتل المرتبة الأولى وملك كيك بوكسينج اليوم، إلا أن بعض ضرباته بالأرجل لم تكن تنجح عكس بدر هاري، واليوم سأثبت لكم كل شيء بالدليل. مقاطع وضربات لم تشاهدها من قبل، أو ربما شاهدتها ولكنك لم تركز فيها. كيف كانت دقيقة وموزونة وسريعة وقوية، وكانت تصل للمنافس بكل جرأة وقوة وثقة بالنفس. Jij komt morgen met een lijstje, want anders wordt het allemaal te vrijblijvend. Morgenochtend heb ik dat nodig. 11 uur. Gaat toch niet streng worden? Ik ga hartstikke streng worden, want anders wordt het helemaal... Джулом Веси, Корону, до последнего. Oh, cracks away to the... Gets great extent. Toothbrush. It is electrifying. Against the ropes, no. Goes to the liver, then to the head. Errol in trouble. Here comes Harry. And some... I'm watching the K1. Look around. Butter a goal. The big cover. Oh! Butter goes to the body. Uppercut. There's the right hand. No, it's over. Butter's jab is so right. Sharp. Butter's Butter, ball. Harry. Foot. Жестко попал то колено. Representing Morocco and Fight Club Akbar, please welcome Badr Hari. С 13-го. Интереснее, интереснее. Кто кому здесь первый сейчас? У них оружие, да. Посади. Now it's a time writing history, you know. Like I said, I want eternal glory. This is why Kai. Совершенно другой поединок. Ой-ой-ой! Давайте еще раз посмотрим. Вот он. Как выждал момент, увидел это. لنفترض مثلا أن بدر هاري سيواجه إسماعيل زعار. من في نظركم سيفوز؟ ومن في نظركم ستنجح له كل هذه الضربات؟ وحتى مع فيرهوفن. عندما تواجه بدر مع فيرهوفن لم تنجح له جميع الضربات كما نجحت لبدر سابقا خلال مسيرته الاحترافية. ولأبسط لكم مسألة، بدر هاري يلعب في الوزن الثقيل كأنه يلعب في الوزن الخفيف، وضرباته كانت ناجحة. أكيد أصدقائي، فبعد مشاهدة هذه المقاطع تأكدتم أن بدر هاري أسطورة خالدة للكيك بوكسينج، أسطورة قد لا تتكرر. وهذا بينه
مع مرور الزمن وخلال الفترة الماضية من خلال نزالاته والتي تجاوزت 120 نزال احترافي في الكيك بوكسينج، وكانت لديه ضربات قاضية لم يستطع أن يحققها باقي المقاتلين. أشكركم على حسن المتابعة، وأتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذه المقاطع، والسلام عليكم.